مرحبا بكم الناس الكل اللي متابعوا فينا على القناة الوطنية الثانية. كيف العادة نجيكم في الثقافة فلوس باش تعيشوا معانا أهم التظاهرات، الأخبار، السهرات، الندوات الصحفية، وتعودوا أكيد بالفقرات اللي نقدموهم سكوب في أي بي لاختيستو. حاولوا في كل مرة نذكركم بأهم فقراتنا. حصتنا بديت، مرحبا بكم الناس الكل. زوم ثقافة بلوس كان حاضر في الدورة 54 للمهرجان الدولي للحمامات، شفنا أهم الأسماء اللي مشاركة، شفنا أهم العروض. خلينا نشوفوا التفاصيل مع زميلتنا نوال اسكنديجي ثم نواصل. أربعين عرض باش يأثوا الدورة 54 المهرجان حمامات الدولي اللي باش ينطلق من 8 جويلية حتى 18 أوت. هذا ما أعلنت عليه إدارة المهرجان في الندوة الصحفية بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. وباش يكون الافتتاح مع مسرحية خوف للفاضل الجعايبي وجليلة بكار، على أن يكون الاختتام بعرض موسيقي لغالية بن علي. أكدت مديرة المهرجان منيرة المنيف أن الدورة هذه باش تكون دورة التحدي، وين باش تجمع بين أنماط متنوعة من الفنون والموسيقى، منها الشعر والرقص والمسرح. وحرصت هيئة المهرجان على فسح المجال للمواهب الشابة حتى تكون انطلاقتهم من الحمامات. احنا نمنوا بالمعناتها كيما قلت، الفن وحده هوية، والهوية راهي ماشي صندوق مغلق اللي تتأثر وتأثر وتسافر وتثري نفسها، والفن أكبر محمل السفر هذية. دونك شابة ما نحبش نستعملها، هي شابة هي، أما وعدة سي دي بروميس. ومن مشمولات زادة المركز الثقافي الدولي بالحمامات أنه يحضن، خاطر هي سي دي ميسيون، الناس تنسى أنه المهرجان جزء من المركز، معناها مش ينساو، لانه العاده عطات هكا ليفينمون. المهرجان يسند المركز، والمركز يشعل المهرجان، الاثنين معناها ماذا بيا دواليتي. وهذا هو علاش نخدموا على الدواليتي هذيا، معناتها المهرجان يلزمو يعكس زاده توجهات وانشطه المركز الثقافي الدولي بالحمامات. ما عندناش برشا مراكز ثقافيه دوليه، رانا عندنا تقريبا اثنين فقط، معناها دار المتوسط للثقافة والفنون، اسم المركز دار المتوسط للثقافة والفنون. برمجت الدورة 54 باش تكون متنوعة، منها عرض مسرحية الهربة والقادمون لمركز الفنون الدرامية بالكيف، وخصص المهرجان أيضا جانب للعروض الكوريغرافية، منها عرض خارج المدينة للبحري بن يحمد. وتتضمن الدورة سهرة للشعراء باسم ليلة الشعر بحضور الشاعر العربي أدونيس، إضافة إلى عرض موسيقي أجنبي أمير كوستاريكا، وعرض فحل عنبر لزياد غرسة، عرض موسيقي للفنانة السورية فايا يونان، عرض موسيقي راقص كاتدرال، عرض موسيقي يوما لرامي الزغليمي وصابرين الجنحاني، والعديد من العروض الأخرى اللي أعلنت عليها إدارة المهرجان باش تأسس مسرح الهواء الطلق بالحمامة. المغامرة، ما قلتش أنا قلت مغامرة، ممكن المغامرة في أن افكتيمون أخذينا على عاتقنا أنه ناش معناها البرامج عروض واعدة تطلع على ركح الحمامات ببرستيج، ولا بالأسطوري بالأسطورة اللي بنيوها حول الحمامات، أنهم هما ياخذوها الركح. نأكد لك لي فيك وصافي، ولا كل واحد يحب يزيد حاجة في العرض نتاعو، معناها ما احنا برمجنا، ولا نحب نزيد الفيزيون هذي، نحب نزيد اللي تبرمجوا، معناها عطات وحدة فقط في البرمجة، عطات نفس متاع منافسة ياسر جميلة. ونقول لهم ليه صافا العرض اللي عطيتوه، اللي نحبوا نزيدوا هكا، نحبوا نزيدوا هكا، وما تزيدناش فلوس، نحبوها كرياسيون معناها خاصه بالحمام. هنا هذا الحق يفرحني، انا فرحانه بالتجربه هذه برشا، اول تجربه ليا في كمستشاره في المسرح والكوريغرافيا. ساعه مش اختياراتي انا، اختيارات الفرم
كاملة وفريق فريمون يعني عمل فريق نحكي ونقترح وكل واحد يحكي كل واحد يعطي رايه. بالنسبة للبرمجة المسرحية راهو فما برشا برشا عروض مسرحية فريمون وكلها بي يعني كان اخترنا عروض مو على عروض ما اخترناهاش مش على خاطر العروض الأخرى ما تحطش في المهرجان على خاطر البرمجة نتاع المهرجان ما تستوعبش العروض الكل. يبقى ديما مهرجان الحمامات الدولي يعني فيه المسرح وفيه الرقص لكن ماهوش متخصص في المسرح وفي الرقص. فما مهرجانات اخرى المتخصصه في الرقص ومهرجان ايام قرطاج المسرحيه دونك حاولنا يعني نحطوا يعني عروض مسرحيه اكثر عروض مسرحيه دونك فما 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 6 عروض مسرحيه و 7 عروض انفاديغ مع عرض اسلام و5 عروض راقصه. نعرفوا اللي احنا كفنانين مبدعين ديما في حمايه وزاره الشؤون الثقافيه وتنبثق عن طريق المهرجانات كسوا الكبيره والمتوسطه والصغرى وتسائل هو في طريقه المعامله ما بين المؤسسه العموميه والفنانين اللي يقدموا لي بروجي نتاعهم. انا واحد من الناس معناها قدمت المقترح نتاعي دوبي لو 31 جانفي مالوغوزمون بالنسبه لي انا سي اون ديسيبسيون حتى كان ما تبرمجش ماهيش مشكله. اما حابين نعرفوا معناها اسكو في التصور الاشكال اسكو يعني في البرودوي المقدم اسكو في ما فهمت حتى شيء. حاضرين في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان نابل شفنا شكون زاد الأسماء المشاركة والعروض المشاركة. الندوة هذه كانت بحضور الفنان الممثل التونسي لمين النهدي والفنان حسين الدوس. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل حول مهرجان نابل. مهرجان نابل الدولي في دورته 31 ندوة صحفية سلط فيها الضوء على البرمجة اللي كانت بنسبة 95% تونسية تراوحت بين المسرح والغناء. الدورة 31 سنة المشروع الميزانية يتراوح حوالي 500 ألف دينار بمقارنة عامنا قرابة 300 ألف دينار. وهنا نلاحظوا كانوا ثم مجهود كبير من طرف الجمعية لارتقاء بالبرنامج من 300 إلى 500 ما هوش بالسهل. عمل مضني وعمل معناها تلت سنة نخدموا فيه. بالنسبة للدعم وزارة الثقافة المنحة معنا ثم المنحة بتاعها سنوية. بالنسبة للعروض المدعمة من طرف الوزارة إلى يومنا هذا وعدونا بعرض طلبنا باش يدعمونا بعرض الشاب خالد لأنه معناه موقعش القبول بتاع الشاب خالد رغم اللي معناه قالوا مش باش ياخذوه في الدعم وتعطال 3 بلايص أخرين. نابل علاش ما تعطاش الشاب خالد هذا نجهلوه وعدونا باش يعطيونا عرض آخر مقابل في عوض الشاب خالد. بالنسبة للمندوبية مشكورة عطاتنا 2 عروض مع المنحة 2 عروض مدعمين. مانيش ضيف شرف أنا ضيف فاعل. أنا جيت باش نقدم المسرحية نتاعي إن شاء الله في مهرجان نابل المهرجان العريق هذا المهرجان اللي أنا نحبه ياسر يعني تربطني به معناتها علاقة كبيرة تاريخية من انطلاقا من فرقة الكاف فرقة المغرب العربي فرقة مدينة تونس وعدة مسرحيات وجل المسرحيات نتاعي قدمتها في نابل. كما نحب ياسر نابل على خاطر عندهم تراديسيون تياترال معناتها فما تقاليد مسرحية حلوة ياسر ياسر هنا في نابل فوالا اي والجمهور يحب ياسر مغروم ياسر بالمسرح ويجيب اعداد غفيرة وخاصة مع السبكتاكل اللي فيهم ابتسامة. في بالك اللي بعد ما تروح انت تم ناس تلعب بعض العرض
تراوحت بين المسرح والغناء. واللي لاحظناه السنة في الدورة هذه حضور وجوه فنية مهمة جدا، لا سيما لمين النهدي حسن الدوس، واللي تم اختيارهم السنة كضيوف شرف. الدورة 31 تميزت بالتنوع والثراء وكانت أكثر أهمية من الدورات السابقة، هذا ما أكده لنا مدير المهرجان. حرمونا مهرجان كارتاج، الله يحرمهم. سنة 31 سنة جمعية اللي هي منظم المهرجان هذايا، من مارس بدينا نخدمه، تعبنا برشا بالحق باش نجمنا نتقينا أحسن العروض اللي موجودة. حاولنا أنه يكون موجود في العرض الافتتاح حسن الدوس، مش يكون موجودة أمينة فاخت حصريا عنا هنا، مش يكون موجود نصيف زيتون، مش يكون موجود لمين نهدي العودة الكبيرة الماكي وزكية الناس كل تربينا عليها. حاولنا يكون الوجيه الجندوبي. احنا كالعادة جرات العادة انه 80% مسرح 20% موسيقى، على خاطر جمهور نابل متربي على المسرح بالاساس. ممكن السنة حبينا نخدموا زادة تيزينج جديدة، مش نعملوا حاجة لوسيت جوان جوي سامحني، اللي هو سكنابيل الفلاش موب، سي لونسمون معناتها للدورة، مش تكون في جرة متاع نابل، مشاركة 45 دانسور بحث الجرة متاع نابل. ان شاء الله الناس كل استدعاهم يجيوا بحثنا ويشوفوها الفلاش موب هذية. كيف سنة عملنا حاجة جديدة، شافت الجمعية المهرجان انه كل عام فما ناس تتعب باش تنظف الجرادان وتنظف المدارج، قلنا علاش لا ما نعملوش حملة تحسيسية نسميوها خلي مسرحك نظيف. شاركونا الممثلين اللي مشاركين معنا الدورة سنة، سيلامين، حسان، جعفر، معز التومي، فركة صابون، كل موجودين. الور رسالة للجمهور متاعنا انه باش يحافظ على نظافة المسرح اللي هو مكتسب اللي هو ولينا احنا. ان شاء الله بعد الدورة هذه مش يكون فما توسع للمسرح، خاطر خرج اخيرا لابيل دوفر ونستناو في رد المقاولين، باش تولي عندنا البارتي الاولى اللي هي توسكي لي لوج والمسرح مش يكبر، ونطوندون تكمل تكبر البارتي الكبيره نتاع الجراداون ووصلوا لطاقه استيعاب 5400. حسن الدوس باش يأثث حفره الافتتاح اللي حضر لها سبيكتاكل كامل باش يكون في مستوى وقيمه هالمهرجان. فرحان برشا اللي باش نعملوا الافتتاح السنه نتاع الفستيفال، اي سورتو اللي انا مولود في نابل، انا مسقط راسي هوني في نابل، دونك فرحان اللي باش نشوف اهلي وناسي في نابل، سورتو بعرض كبير اسمه كرنفال حسن دوس، عرض معناتها أول مرة زادة باش تعرض في نابل، يعني لا بروميير متاع العرض متاعنا باش يكون هوني إن شاء الله، دونك لو 11 جويي. العرض فيه دانس، معناتها أول مرة أنا جفي دانسي سيغ سين، سي أن شو كامل معناتها تشوفوه في التورني كاملة. يوغا 9 دانسور، 9 راقصين معايا، عندي دي ميوزيسيان معناتها عازفين من أحسن ما فما في تونس، ومبرفين عندهم قداش، عندهم أسرة حاضرة معناتها الخدمة، زادة خدمة على اللبسة، على الكوستيم، صالح بركة عاملين دي كوستيم معناتها فاغيي، وأنا جو با كيتي لا سين، معناتها مش باش نهبط نبدل ونخرج، دونك يلزمني لبسات يتنحى ويرجعوا سيغ بلا سيغ سين، فوالا، سونز أوبليي لو ديكور اللي باش يكون 6 متر الفوق معناتها و 12 متر على جناب، زاد الديكور الإضاءة نتاعنا، دونك شو كامل شو الأمريكان جديغي. إن شاء الله نتوافقوا، وهذا كله نعمل فيه مش لي أنا، نعمل فيه التواس الكل، نعمل فيه المبلية الكل، ونعمل فيه سختو للإنسان اللي كيفي وكيفه، ومعناتها غايتي في الحياة سهلة لينا نعطي حب للناس. تعودتوا بأخبار النجوم، مشاكلهم، استعداداتهم، الحفلات اللي أحيوها، والإنستغرام والمشاكل اللي يعملوا فيها عبر تطبيق إنستغرام وسناب شات وتويتر، هذه كل أكيد تلقاوها حاضر في أخبار النجوم. تفتح باب التأويلات والقيل والقال تلقى روحها منى زكي في مأزق بعد ما لموها محبيها أنها ما دعمت زوجها أحمد حلمي، في حين أنه سارعت ممثلة منى شلبي لإنقاذ عودة زميلها النجم أحمد حلمي لعالم السينما، ووافقت على بطولة فيلم جديد المقرر عرضه بموسم عيد الأضحى، فتوجهت الأنظار والتساؤلات لها علاش ما دعمت زوجها فنيا، وعلاش تجاهلت دعمه في الأزمة الأخيرة، وهو مدفعها باش تجاوب لفانز أنها مرتبطة بتصوير فيلمها الجديد مع النجم أحمد سقا اللي يعاني أزمات هو الآخر. منى زكي
اللي ما تعاونتش مع زوجها نهائيا في السينما منذ زواجها، اكدت سابقا اكثر من مره على انها تتمنى انه يجمعها عمل فني واحد، بشرط انه يكون مكتوب بطريقه مناسبه وما يكونش الهدف منه انهم يظهروا مع بعضهم فقط. ولكن مع ازمه الغاء فيلم حلمي الجديد الجين اتيهان واختيار مشروع سينمائي جديد من تاليف عبد الرحيم كامل والاعلان عن تصويره في رومانيا في اقل من 30 يوم، لحقتها الاتهامات والتساؤلات. تعرضت النجمة التونسية لطيفة العرفاوي للانتقادات والتعليقات السلبية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انتشر فيديو تظهر فيه برفقة نانسي عجرم، حيث أثارت الجدل نحو الفنانة اللبنانية. وكانت النجمتين لطيفة ونانسي مدعوين لحفل زفاف أنور الصباح نجل المنتج صادق الصباح على باميلا مكوك بنت رجل الأعمال اللبناني هاني مكوك في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث لاحظ البعض أن النجمة التونسية قد سحبت الميكروفون من يد نانسي عجرم بطريقة غريبة، وانتقد البعض طريقة لطيفة واستحواذها على المايك وعدم تقريبه من نانسي اللي طلبت منها مشاركتها أغنية بحب في غرامك كنوع من الاحتفاء بالفنانة التونسية، واعتبروا أنه تصرفها كان أناني بعض الشيء وخالي من اللياقة، وخاصة أنهم كانوا غنيوا في مناسبة اجتماعية وليست مجال للتنافس واستعراض المواهب. البعض ضيف على لطيفة وأكد أنها هي من جذبت نانسي لكي تشاركها الغناء، وأنها لم تقصد إبعادها عن المايك ولكنها كانت مندمجة في الغناء. جدير بالذكر هوني أنه حفل زفاف أنور الصباح حضروا عدد كبير من النجوم من بينهم سيرين عبد النور، هيفا وهبي، أحمد حلمي، أحمد السقا، درة زروق، ليلى علوي، وياسمين صقر. لحقت الانتقادات مجددا الدوقة ميغان ماركل بعد انتشار مقطع فيديو جديد تظهر فيه هي وتقوم تصرف يخالف تماما البروتوكول الملكي البريطاني، حيث أقدمت على فعل عفوي أمام الملكة إليزابيث ووضعها من جديد تحت المجهر. حاولت ميغان ماركل بعفوية باش تشدد زوجها الأمير هاري داخل قصر بيكنغهام، مجهلة قواعد البروتوكول اللي تمنع التعبير عن العواطف داخل القصر وخصوصا أمام الملكة إليزابيث، وبالتالي تجاهل زوجها يدها الممدودة نحوه تماما واستكمل سيره لتنبيهها آليا إلى ضرورة تقليده كما قالوا خبراء في لغة الجسد، أنه مد يد الدوقة بهذا الشكل يعني أمر واحد، أريد الإمساك بك، وهو ما تجاهله زوجها لأنه أمر غير لائق، خاصة أنه عدسات الكاميرات كانت تسجل تحركاتهم خلال تكريم القادة الشباب، وهذا مش أول مرة اللي تثير فيه ميغان ماركل الجدل بتصرفاتها الغير محسوبة، حيث تعرضت من قبل للنقد بسبب جلوسها أمام الملكة بوضع ساق أعلى من ساق الأخرى في الاتجاه اللي تجلس فيه الملكة. يبدو أن شيرين عبد الوهاب ملت من فكر تخمين جمهورها بحملها لتنفي الأمر تماما بصورة جديدة نشرتها على حسابها على انستغرام، ونشرت زو صور وعلقت عليهم أحلى حاجة ابتدى بها يومي هو الرياضة، وتفاعل محبي شيرين عبد الوهاب بأحدث صورها مؤكدين أنها غاية في الجمال والتألق. ولكن رغم أن شيرين كشفت أنها بدأت يومها بالرياضة، وفي نفس الوقت وقفوا للفانز بالمرساد في وجه الساخرين مشيرين أنها طبيعية وغاية في الجمال، وكانت شيرين عبد الوهاب بتردها متابعة حملها من وقت لآخر، وذلك بعد ما كشف حماها عن أمنيته في عيد ميلاد ابنه حسام حبيب واللي طلب منه أنه يجيبه ولي العهد في العام الجديد. يذكر أنه شيرين أحيت عدد ناجح من الحفلات خاصة في الكويت والسعودية. كل ما يوم يعد جديد حبك ليا بيطمني مهما تكون حبيبي بعيد. كما تعرفوا بديت المهرجانات، بديت الندوات الصحفيه، غطينا مهرجان الحمامات، غطينا زيد الندوه الصحفيه اللي خاصه بمهرجان نابل، وما يفوتناش ان نغطيو الندوه الصحفيه الخاصه بالدوره 54 لمهرجان الدولي كارتاج. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل حول الاسامي، ولو انه عرفنا شويه اسامي هكا بعض التسريبات، شكون العروض اللي مشاركه، شكون الاسماء اللي مشاركه، عوده الديفا امينه فيخت، كاظم الساهر، العروض اللي تكون في الافتتاح وفي الاختتام اللي هي عروض تونسيه 100%. خلينا ناخذ اكثر تفاصيل ثم نظمت الهيئة المديرة للدورة 54 للمهرجان قرطاج الدولي ندوة صحفية بمدينة الثقافة، أعلنت خلالها عن برنامج التظاهرة اللي باش تنطلق من 13 جويلية وتتواصل إلى غاية 17 أوت. وجاء في الندوة أنه المهرجان باش يسجل عودة الفنانة أمينة فاخت بعد غياب دام 10 سنوات، وباش تحيي سهرتين نهار 21 و 24 جويلية، ويستضيف المهرجان للمرة الأولى الفنانة التونسية هالة المالكي نجمة برنامج The Voice اللي باش تقف على ركح المسرح الروماني للمرة الأولى في مسيرتها الفنية،
بحفل نهار 27 جويليا. المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية هي مؤسسة حديثة العهد، يعني فعليا انطلقت سنة 2016 وانطلقت بمهرجان كارتاج في دورته على ما اعتقد دورة 52. المؤسسة هذه هامة جدا على مستوى وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية، باعتبارها هي باش تكون الراعية لكل المهرجانات وليست الأربع مهرجانات اللي نعرفوهم المرجعية كما أيام كارتاج المسرحية، أيام كارتاج الموسيقية وكارتاج مهرجان والمعرض الدولي للكتاب. يعني أنها عندها تدخل حتى على مستوى التظاهرات والمهرجانات الوطنية والدولية الموجودة في الجهات كما جابس كما قفصة كما بقية المهرجانات. حقيقة هو مهرجان كارتاج من أعرق المهرجانات وأكبر المهرجانات، يجب أن نحافظوا على السمعة هذه كما نحافظوا على سمعة البلاد بصفة عامة في كل المجالات وكل الميادين. الدورة 54 ستكون دورة متميزة بجودة العروض اللي فيها وشمولية العروض اللي فيها من موسيقى وتمثيل ورقص وسينما، وباش يكونوا معناتها أبرز النجوم اللي باش تكون حاضرة من تونس: أمينة فاخت، يسرى محنوش، هالة المالكي وحسن الدوس، من مصر أبو ياسمين علي، من فرنسا جمال دبوز وكان جي جيراك، من لبنان ملحم زين وماجد الرومي، كاظم الساهر من العراق، معناتها هذوما كل إلى جانب عروض أخرى في نطاق التعاون الدولي. بالي جاينا من الصين، والعرض الكبير اللي باش يكون عرض الجوسبيل. الجوسبيل هو نجم تقول إنشاد مسيحي، والحضرة هذا حوار حضارات وحوار حوار أديان، والحضرة ثلاثة تاع جزيري اللي هي عرض صوفي، هما الاثنين معناتها نجم تصنفهم في خانة الصوفية. ما بيسوى عمري بلاك ضلت الدورة هذه نجم نقول في العروض متوازنة، معناها فما فنانين توانسة وذاك الحاجات اللي بيها احنا، واللي يكون يلزم يكون مبجل، مع انه تعرف الوضعية الاقتصادية متاع البلاد ما تسمحش انك تجيب اسامي تطلع في معناها في اسوام مشتة نجم نقولوا بالعملة الصعبة. هم عندنا تونسيين معناها فنانين توانسة يطلبوا في العملة الصعبة، نعرفش علاش اكيد، يعني اسماء تعرفون زي مكبار في روتانا اكسيتيرا. دونك نقولوا اللي للدوره فيها المسرح وفيها الغناء وفيها مينا فخت عندها مده معناها غايبه. نشوفوا احنا بالنسبه للجيشي بالنسبه للملحم زين ايش باش يدخل. برمجه معقوله جدا بالمقارنه مع الميزانيه اللي رصدت للدوره 54 مهرجان كارتاج، وللاسف البرمجه قاعده ماشيه وتنقص خلال الدورات الاخيره، وهذا الكل راجع ل ظروف اقتصادية معينة قاعدة تعيشها تونس هذه الفترة. أنا شفتها برمجة شبابية أكثر، لأنه ثم برشا عروض خاصة بالشباب وأنا متأكدة أنها مش تحقق نجاح جماهيري. فما أيضا برمجة محترمة، كي نذكر مارسيل خليفة مرة أخرى على ركن المسرح الأثري بكارتاج، ماجد الرومي، عودة كاظم الساهر، ثم عرض فلسطيني مشترك أيضا. كل هذه العروض أنا نجم أقول تخلي مهرجان كارتاج يمنع من السقوط في فخ التجارة. والعروض التونسية مهما كان مستواها تقعد أيضا تونسية. عنا حسين الدوس في أول تجربة لي على مهرجان كارتاج، عنا أمينة فاخت وأخيرا ستعود لجمهورها في تونس، أيضا شكون آخر، يسرى المحنوش في تجربة متجددة على مهرجان كارتاج، هلا المالكي أنا نقولها بون شانس، خايفة عليك شوية، راهو صحيح عملت جمهور من خلال برنامج ذا فويس، لكن كارتاج راهو مسؤولية كبيرة كبيرة، وأنا تصورته كان عم جاي تغني في كارتاج خير لو كان عملت أكثر رصيد خاص بيك، لكن تقعد تونسية ولازم نقولوا لها بون شانس. ثلاث دقائق لدرجة أني ما نعرفش اسمه،
لكن اللي غني ثلاث دقائق هو باش يكون في عرض مشترك مع صوت آخر مصري ما نعرفوش أصلاً، مع أني ملمة بالأسماء الفنية، فنتذكر كان عنوان الأغنية، فمحظوظ جداً ونال رضا الهيئة المديرة لمهرجان كارتاج، فأكيد حسابه الفني سيكون عصير من الصحافة التونسية. Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné. وين تنجموا تمشيوا وتسهروا انتم والعائله، بما انه المهرجانات كما قلنا لكم على الابواب اكيد تلقاهم كل حاضرين في رونديفو، دونك تقعدوا برونشي. نهار 3 جويلي 2018 نظم الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات الدولي ندوة صحفية خاصة بالدورة 54 للمهرجان بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات على الساعة 6:30 مساء، وستخصص الندوة لتقديم برمجة المهرجان والاطلاع على مختلف الاستعدادات لضمان حسن سيرها. نهار 4 جويلية تنظم هيئة جمعية التنشيط والمهرجانات بنابل ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج مهرجان نابل الدولي على الساعة 6 مساء وبحضور الفنان المسرحي لمين النهدي وحسين الدوس. تنطلق فعاليات المهرجان الطلابي الدولي الثاني للفيلم القصير بنابل نهار الخميس 5 جويلية 2018 بمركز الاستياف والترفيه بالحمامات، وتمتد إلى غاية 8 جويلية تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية للشمال وبالتعاون مع المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل والمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي ابن أبي الذياف بمنوبة. ويشارك في هالمهرجان طلبة من بلدان مختلفة عربية وإفريقية يمثلوا 19 بلد. نبقاو في نفس النهار الخميس 5 جويلية 2018 وين باش يكون عشاق الموسيقى الكلاسيكية على موعد مع عرض الأوبرا الشهيرة أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالي جوزيبي فريدي بركح قرطاج الأثري. تنطلق يوم الجمعة 6 جويلية 2018 دورة جديدة لمهرجان ليالي العبدلية واللي باش تتواصل إلى غاية 22 جويلية 2018، واختارت وحيدة الدريدي المشرفة على المهرجان افتتاح أولى السهرات بعرض مدينة عربي للفنان زياد غرصة، مع العلم أنه الدورة الجديدة باش تكون استثنائية وفيها العديد من الأسماء البارزة في الساحة الفنية، كما تضاعفت عدد السهرات من 6 إلى 14 سهرة بين موسيقى بأنماط مختلفة والرقص والمسرح. السبت 7 جويلية 2018 في نفس إطار ليالي العبدلية تحيي الفنانة التونسية زهرة لجنف عرض بعنوان راجراج لحد 8 جويلية 2018، تتواصل سهرات ليالي العبدلية مع عرض لله للفنانة أمينة السرارفي. في نفس اليوم تنظم ودادية أعوان وإطارات الحكومة عرض الزيارة للفنان سامي اللجمي بالمسرح الأثري بقرطاج. رضاكم هو هدفنا وعلى هذيك قاعدين نخدم وقاعدين نجيبوا في برشا فقرات ونجيبوا زادة في برشا سهرات ونتابعوا مواكبات ندوات، المهم انتم تكونوا راضيين علينا من خلال الثقافة بليوس. نعدوكم باش كل يوم تكونوا حاضرين في أهم التظاهرات وما يفوتكم حتى شيء، والثقافة توصلكم وين ما انتم. في النهاية مقعدي كان باش نقول لكم كنت على خير وباي باي.